السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في كورس الكواليتي مانجمنت سيستم ليد امبلمنتر اند كواليتي كونسلتنت بالنسبة للمواصفة ايزو 9001:2015. بإذن الله هنواصل باقي محاضراتنا بإذن الله. الليلة هنتكلم عن بند البرفورمانس ايفالويشن وبند الامبروفمنت باذن الله تعالى، واللي هو البند التاسع والبند العاشر من المواصفه، وهي اخر البنود في المواصفه 9001:2015. في المحاضرات السابقه تكلمنا، يعني مرينا خلال سلسله كبيره جدا من المحاضرات عن كل، تطرقنا على كل المواضيع الموجوده داخل المواصفه كلوز باي كلوز، سب كلوز باي سب كلوز، الحمد لله رب العالمين. فاتكلمنا عن انه الحاجه الاولى يجي منه على المؤسسه انها يكون تعرف الكونتكست اوف اورجنايزيشن، او اللي هو الصياغه العامه لعمل المؤسسه، بما فيه من اكسترنال وانترنال ايشوز، بما فيه من ستيك هولدر اناليسيز او ستيك هولدر مانجمنت، عبر انه تتعرف على الستيك هولدر نيد والاكسبكتيشن وتحاول تو ساتيسفاي ذيس نيد اند اكسبكتيشن. مرينا على الاسكوب، مرينا على البروسيس ابروش، وتكلمنا عن انه البروسيس ابروش هو منهجيه العمليات، واللي هو بيقتضي انه المؤسسه تمتلك كل الدوكيومنتيشن والبروسيسز تو اكستنت نيسيسري انها to ensure that the work with يعني go with a شنو effective way و achieve the intended outcome. بعد ذلك دخلنا في دور الليدرشيب في البند 5، وتكلمنا عن انه الليدرشيب هي الهارت بتاعت المؤسسه، وهي الميكانيزم اللي بتدور كل العمليه الانتاجيه داخل المؤسسه. فتكلمنا عن انه الليدرشيب احنا محتاجين منه كوميتمنت والتزام توورد السيستم، وقلنا بنلخص الكوميتمنت ده عبر بوليسي مكتوبه يصاغ فيها جميع الالتزامات وتوقع من الإدارة العليا. الغرض من السياسة تكلمنا فيه كثير عن إنها أول حاجة مفروض هي تكون فيها framework for setting the objectives. من السياسة تصاغ الأهداف، ومن السياسة يتم شنو يعني تحديد أولويات المؤسسة والالتزامات الإدارة العليا، وبإنها تكون communicated ومعلومة بالنسبة للجميع. بعد كده تطرقنا لموضوع البلاننج، وان الاداره العليا من المتطلبات حقتها ان هي تعمل شنو، تصيغ السياسات والاهداف وتضع البلان. جينا للبلاننج في البند 6، تكلمنا عن انه يجب انه يكون في شنو بلان واضح لكل عمليات المؤسسه. البلان دي قلنا قبل ما نعمل خطه عشان نتاكد انه الخطه بتاعتنا خطه صحيحه، اللي هو زي ما قلنا if you fail to plan you are planning to fail. فقلنا انه يجب انه to understand the risk و the opportunity او to determine the risk or opportunity اللي هي بتأثر على سير عمل المؤسسة. تكلمنا عن انه الريسك هو النيجاتيف uncertainty والopportunity هي البوزيتيف uncertainty. تكلمنا عن اشياء كثيرة جدا وعن كيفية انه احنا نعمل risk assessment process. بعد كده قلنا نصيغ الاهداف، قلنا صياغة الاهداف بتجي من السياسات وبتجي من المخاطر، فبنصيغ اهداف جوده. كل اداره داخل المؤسسه يجب انه يكون عندها اهداف جوده واضحه جدا تشتغل عليها وتكون نوم بالنسبه لهم، وتسهم في رفع شنو عمليات الاداره بتاعت المؤسسه، لانه قلنا اهداف الجوده هي يجب انها تكون مفصله. كل اداره داخل المؤسسه او كل جزء او كل اليمنت يكون عنده شنو اهدافه الخاصه به بطبيعه اليونيكنس بتاعت العمل حقه. يعني اتكلمنا انه الخطه عشان تتنفذ يجب انه يكون في سبورت ان تيرم اوف ريسورسز، سبورت ان تيرم اوف كومبتنسيز نيدد، سبورت ان تيرم اوف انفراستراكشر، بالنسبه للكالبريشن، بالنسبه للدوكيومنتد انفورميشن. فدي كلها حاجات احنا بنحتاجها عشان شنو البلان تطبق بطريقه بروبر. فده كان البند 7 ومرينا عليه بتفاصيل كثيره جدا. بعد ده جينا للبند 8، انه الخطه دي بقت جاهزه وعندنا سبورت نيدد، يجب انه احنا بعد ذاك نطبق. وبند الاوبريشن وتكلمنا عنه بتفصيل، اللي هو بيتكلم عن الفاليو تشين كامله من مرحله انه احنا نعمل تخطيط تشغيلي الى حين انه احنا نعمل ديليفري لشنو للبرودكت، يعني اللي هو البند 8 بتفاصيله من 8.1 الى 8.6 تمام، او 8.7 سو اللي هو حاله 8.7 اللي هو فيها نون كونفورمتي، في حاله انه جاتنا حاجه راجعه بعد الدليفري في انه احنا كيف نهندل الحاجه دي. الان حنتكلم انه كيف بعد ما احنا طبقنا انه نتاكد انه فعلا التطبيق حقنا في البند 8 كان مناسب. لما نقول كلمه مناسب معناته هو يعني التطبيق within البلان. انا عندي خطه،
فالإفكتيفنس بتاعت الإمبليمنتيشن بقيسه بالمقارنة تحت التطبيق الأكشوال مع شنو؟ مع البلانت أكشن. فبنجي نقيس الحاجة دي كيف؟ اللي هو ده كله بيجينا في البند شنو؟ 9 اللي هو اسمه performance evaluation. طيب performance evaluation كبند كامل هو واقع لنا في البرينسيبلز بتاعت الميديكا أو البلان دو تشيك أكت، واقع لنا في شنو؟ في الجزئية بتاعت التشيك. اوكي، فمنه ان شاء الله نطلع باوت بوت توضح لنا الانحرافات اللي حصلت في الاوبريشن، وبتكون عندنا انبوتس واضحه جدا للامبروفمنت، وان شاء الله بعد ذاك نشيل الانبوتس دي بنحولها لشنو؟ لفرص تحسين داخل المؤسسه، واللي هو البند الاخير البند العاشر الامبروفمنت. بكده احنا نكون كملنا الدوره بتاعت شنو؟ البيديكا سايكل اللي هو بلان دو تشيك أكت. بعد كده تاني الدورة بشنو؟ بتدور عشان احنا نجي نعمل شنو؟ implementation للactivities او للcorrective actions. دي برضو احنا هنعمل خطة وحنطبقها and so on. فهو بكون دائرة بتاع التحسين مستمر، عشان كنا احنا قلنا continuous improvement او continual improvement هو واحدة من شنو؟ principles الرئيسية المبنية عليها المواصفة. طيب نجي بعد المقدمة البسيطة دي جينا نجي نتكلم عن شنو؟ البند 9 في المواصفة بإذن الله تعالى بتفصيله زي ما تعودنا دائما. طيب زي ما شايفين المهام مواصفة 9001 quality management system. هنجي لشنو؟ مرينا على الكلام ده الكونتكست الليدرشيب البلانينج السبورت، تمام، تكلمنا عن الاوبريشن بتفاصيله كلها، ونجي للبند 9 اللي هو البرفورمانس ايفالويشن. طيب البرفورمانس ايفالويشن يا اخواننا فيه شنو؟ 3 بنود رئيسية اللي هو 3 main clauses اللي هو 9.1 monitoring measurement analysis and evaluation، اللي هو يجب على المؤسسة انه يكون عندها monitoring system measuring system، يكون عندها عمليات بتاعت analysis ثم evaluation لكل عمليات المؤسسة اللي بتتم في شنو؟ في الoperation. فاحنا بناء على المونيتورينج سيستم والميجرمنت والاناليسيس دي احنا بتدينا داتا وتدينا انفورميشن، بناء عليها نقدر نعمل evaluation لموقف المؤسسة، تمام، وانه هي ماشية within البلان to achieve the intended outcome ولا هي شنو فيها deviation، هل الكاستمر satisfied ولا ما satisfied. فكل الكلام ده احنا بنقراه في شنو؟ في البند 9.1، تمام. فهو بيتكلم mainly as انه المين indicator بالنسبة لنا زي ما تكلمنا انه هي customer focus المؤسسة، المين indicator هنا عشان نجي نقيس الاداء حقنا بنقيسه بالساتسفاكشن بتاع شنو الكاستمر، هل هو راضي ولا ما راضي. ليه؟ لانه احنا قلنا انه المواصفه هي كاستمر فوكس، وواحده من شنو؟ من الايت برينسيبلز الكاستمر فوكس. بعد كده بنيجي نعمل اناليسيس ان ايفالويشن للموقف العام بتاع المؤسسه، فدي البند 9.1 اللي هو مونيتورينج ميجرمنت اناليسيس ان ايفالويشن. طيب بعد الحاجه دي بنيجي للبند 9.2 هو الانترنال اوديت. هي طبعا الثلاثه كلوزز دي هي طرق بتاعه performance evaluation، انت كمؤسسه ما مخير انك تختار واحد منها، لا، هي الثلاثه يجب انها تكون موجوده. يجب ان يكون عندك monitoring measurement system evaluation analysis او analysis evaluation، يجب انك تعمل internal audit on شنو on planned interval، يجب انه يكون عندك management review برضو on planned شنو interval. فبالنسبه للinternal audit، الinternal audit هو طبعا عمليات بتاعه تدقيق داخلي. التدقيق الداخلي يعني هو بنجي احنا داخل المؤسسة تيم انترنال من المؤسسة يكون شنو من عدد من الإدارات بيعملوا عمليات تدقيق اللي هو عمليات مطابقة مع المواصفة في كل الإجراءات تحت المؤسسة. فالحاجة دي فيها الكلام كتير وتفاصيل كتير هنجيها إن شاء الله لما نجي نتكلم، لكن التدقيق ده برضو فايدة منه إنه تشوف أنت في كل بار من المؤسسة بيطبق حياتك كيف، والديفيشنز اللي بتظهر بعد ذاك كلها في حالات عدم المطابقه برضه بتطلع في شكل ريبورت. الريبورت ده بيمشي للاداره العليا عشان تناقشه، عشان شنو؟ يحاولوا يحسنوا المشاكل او الفايندينجز عشان تتقفل. فده بالنسبه لشنو؟ ل 9.2. بالنسبه ل 9.3 اللي هو المانجمنت ريفيو، بالنسبه للمانجمنت ريفيو اللي هو اجتماع مراجعه الاداره، واجتماع ده بيكون فوق الاداره العليا كلها موجوده. دار العليا متمثلة في الليدرز تاعين المؤسسة اللي هو مدراء الإدارات، كل الليدرز، كل الناس، احنا نقول ليدر كل من كان له شنو يعني اللي هو الرؤساء الكبار للمؤسسة، يعني الـ HR الـ CAO الـ Production Manager كده كلهم بيقعدوا بيناقشوا المشاكل بناء على شنو؟ بناء على information. information جاياهم من وين؟ من المانجمنت، من المونيتورينج وميجرمنت اناليسيس سيستم، وجاياهم من شنو؟ جاياهم من الكاستمر ساتسفاكشن اناليسيس، وجاياهم من الانترنال اوديت ريبورت. ففي كميه من الانبوتس بتجي داخلها للمانجمنت ريفيو يتم مناقشتها، والمطلوب من المانجمنت ريفيو انه يكون في
decisions في شكل بتاع output انه يقفلوا المشاكل اللي ظهرت لهم في المانجمنت ريفيو، يطلعوا بحلول، والحلول دي طوال بتتحول لامبروفمنت للبند 10 ان شاء الله هنتكلم عنه بالتفاصيل. فدي العمليه بتاعه البند 9 بطريقه سريعه. فالبند 9 بند ممتاز جدا، وهو يعني جوهر المؤسسه في انه هو بيقيس الاداء. فلو انت كنت ما عندك طريقه لقياس الاداء، معناته انت يو ار شنو درايفنج او مانجين بلايندلي، انت ما عندك انديكيتر، ما فاهم الناس اللي بيشوفوا شنو، ما عندك حاجه تقدر تقيس بها اداء الناس، ما عندك حاجه تقدر تحاسب بها، ما عندك حاجه تقدر تعمل بها موتيفيشن او ريوردنج للناس. فيجب انه في كل مؤسسه انه يكون في نظام واضح جدا لشنو لعمليات التقييم للاداء ولشنو للتحسين. فنجي نشوف ان شاء الله، نبدا من البند 9. طيب البند 9 اللي هو performance evaluation زي ما شايفين قدامنا على الشاشه، 9.1 monitoring measurement analysis and evaluation. طيب 9.1.1 اللي هو sub clause اللي هو general، the organization shall determine، تمام، shall معناته شنو؟ mandatory. اوكي A, what's need to be monitoring and measured. أول حاجة أنت عشان تعمل monitoring and measuring، طيب أنا داير أعمل monitoring and measuring لشنو؟ لخط الإنتاج، لتطبيق السيستم، لرضا العملاء، لرضا العاملين، شنو هي الحاجة اللي أنت داير تقيسها؟ فهمتني؟ فيجب أنه أول حاجة تحدد what need to be monitoring and measured. أنت محتاج تعمل monitoring and measuring لشنو بالضبط؟ تمام. وطبعا الحياة تختلف من مؤسسة لمؤسسة حسب طبيعة النشاط. يعني دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية قال لك بعد ما أنت عملت حددت الجهات، أول حاجة اللي أنت دار تعمل لها monitoring، the method for monitoring measurement analysis and evaluation needed to ensure valid result. اللي هو the organization shall determine the method، the methods بالS كمان، يعني الطرق for monitoring measurement analysis and evaluation needed to ensure a valid result. بعد ما حددت الحياة اللي أنا دار العاقبة او اعمل لها تحليل واناليسيز واقوم متابعه النتائج حقتها، بعد ذاك بشوف التولز والطرق والميثودز اللي هي المفروض احنا نستخدمها توورد انه شنو نعمل الاناليسيز ده او نعمل المونيتورنج سيستم عليها. بعد ذاك الاورجانيزيشن شال ديتيرمين وين ذا مونيتورنج اند ميجرمنت شال بي بيرفورم. طيب بعد ما احنا عرفنا الميثود وعرفنا الحاجات اللي دارين نراجعها او نراقبها او نحللها، نجي نشوف انت هتحللها كله كم، اللي هو شنو اللي هي وين 200 في كل يوم انت هتمشي تشيل النتائج تحللها، هل كل اسبوع، كل شهر؟ الكلام ده برضه بيختلف على حسب شنو، على حسب البلان حقت المؤسسه، وفي نفس الوقت بيختلف على حسب الكريتيكاليتي بتاع شنو، الكريتيكاليتي بتاع الحياه اللي انت بتعمل لها ميجر. يعني لو انت كنت في فود سيفتي او سوري في فود اندستري، الفود اندستري يجي منك انت يكون عندك مونيتورنج اون ديلي بيزيس، ممكن كمان اون شنو يعني 24/7. يعني انت تكون مراقب كل التخزين بتاع الثلاجات حقت الفود، يجي منك تراجع الهيجين بتاع الاسم شنو الخط الانتاج، يجي منك تراجع حاجات كثيره جدا. فعلى حسب الكريتيكاليتي بتاعه الاندستري انت برضه بتعمل الانترفيرس اللي هي المواعيد اللي انت بتعمل عليها عمليات التشيكينج، عمليات المونيتورينج، وعمليات شنو الميجرينج. فبعد كده قال لك the organization shall determine when the result from monitoring measurement shall be analyzed and evaluated. طيب احنا حددنا انه احنا متين هنشيل العينات ومتين هنحلل ومتين هنعمل مونيتورينج. طيب النتائج دي هتشيل متين؟ هل هتشيل النتائج تحللها on daily basis، ولا انت هتشيل النتائج تحللها كل شهر، ولا هكله ربع في السنة وكده؟ فيجب برضو على المؤسسة على حسب نوع النتائجية وإسهامها في العملية، يجب برضو إنه يكون عندها انترفل واضح إنها شنو تشيله وتحلل النتائج بتاعت بناء على الانفورميشن اللي جاتك دي، يجب إنك تتحللها. هي طبعا بتكون داتا، الداتا فرقها من الانفورميشن إنه الداتا اللي هي unprocessed شنو unprocessed draw، يعني اللي هي كده لما نجي نعمل عليها بروسيسنج ونجمعها ونحللها بتبقى لنا انفورميشن، بتبقى معلومه واضحه بالنسبه لنا. فاحنا الانفورميشن دي متين المفروض احنا تؤبتينت، ومفروض متين نحلل عمليات المؤسسه، برضه موجب منه شنو يتم تحديد الحاجه دي. اخر شيء قال لك ذا اورجنايزيشن شال ايفالويت ذا بيرفورمانس اند افكتيفنس اوف كواليتي مانجمنت سيستم، اللي هو بناء على العمليات وعلى التحليل وعلى النتائج، يجب انك انت بعدك تقيم شكل شنو الاداء بتاعك الاوفرول في المؤسسه شكله ماشي كيف.
تمام. طيب the organization shall retain appropriate documented information as evidence of the result. وزي ما تكلمنا كثير في موضوع الريتينشن اللي هو retaining ليش نو ليه الدوكيمنت انفورميشن. اذا انا يجب كاوديتر اني اجي القى كل المعلومات دي, انك انت عامل بلان للميجرينج, انك انت جمعت الداتا, انك انت الميثودز اللي استخدمتها بتكون موجوده, الداتا ذات الاوتبوتس بتكون موجوده, نتائج التحليل موجوده. فيجب على المؤسسه انه يكون عندها ريكورد, لانه قلنا ريتين, فهي ريكورد لانها عباره عن شنو داتا بتجي اون دايلي بيزز او مونثلي بيزز اللي هي داتا متحركه فورمز. فالريكورد دي يجب انها تكون مليانه وموجوده as a documented information. في حاله جاك اوديتر للاكسترنال اوديت وسال من شكل المونيتورنج سيستم والبرفورمانس ايفالويشن كده, فبتديه الريكوردز دي بتكون واضح فيها شكل البيانات والقراءات وكده بمختلف حاجه تفاصيل المؤسسه, ودي بعد ذاك بتوريه انك انت شنو عملت فيها شنو بعد ذاك بناء على الانفورميشن دي, هل كان في كوركتيف اكشن ولا ما كان في, عشان يتاكدوا انه السيستم بتاعك افكتيف. تمام, فأكيد إحنا نكون خلصنا شنو الجزء بتاع الجنرال الأول, وبعد ذاك نمشي لشنو كده نكون خلصنا هنا, نمشي لتسعة واحد اثنين اللي هو كاستمر ساتيسفاكشن. فبعد ما أتكلم لك عن التفاصيل دي, جاك أتكلم بتفصيل أكتر عن موضوع الكاستمر ساتيسفاكشن. فقال لك the organization shall monitoring customer perceptions of the degree to which their needs and expectation have been شنو fulfilled. عشان نتأكد إنه فعلًا الكوالتي مانجمنت سيستم هو كاستمر فوكس, قال لك زي ما هناك في الليدرشيب قال لك كاستمر فوكس يعني تركز على شنو على الكاستمر, هنا بعد ده داير يقيس نتائج تركيزك الجبال ده, هل أنت فعلًا لبيت متطلبات الكاستمر, هل فعلًا أنت عملت انفولفد للكاستمر في المعلومات وفي مراحل التصنيع والتصميم وكده, هل أنت كنت يعني أديت توقعاته ولبيت طلباته وأكسيد التوقعات حقته, هل هو ساتيسفاي ولا ما ساتيسفاي. فهنا المواصفة قلت لك as a performance يجب أنه يكون عندك أو as a performance evaluation يجب أنه يكون عندك indicator واضح اسمه customer satisfaction, اللي هو شنو indicator ده يعني شنو مؤشر قياس أداء ليش نو ليه عبر معدل شنو الرضا بتاع العملاء. طيب the organization shall monitor customer perception of the degree to which their needs and expectation have been شنو fulfilled. طيب the organization shall determine the methods for obtaining monitoring and reviewing the information. برضو قال لك the organization shall المفروض يكون عندها methods طرق ليش نو obtaining and monitoring and review لل this information. طيب المونيتورين وال الريفيو للانفورميشن بتاعت الكاستمر اللي هي عندها ميثودز معروفه يعني. فالتسعة الف واثنين بتقول لك الميثود زي انه يكون عندك مثلا سجل بتاع شكاوي, سجل بتاع شنو اشادات, تمام, يكون عندك كوميونيكيشن شانلز مفتوحه بيناتكم ما انت والكاستمر اللي هو عبر مثلا ريفيو ميتنج كل فتره, يكون عندك ميتنج مع الكاستمر كل فتره, يكون مثلا تهندل الكومبلين بالتليفون لكن يكون في تسجيل واضح للكومبلين ولشكل العمليه كلها مما انت استلمت الشكوى لحد ما انت قفلتها, يكون عندك سي ار ام سيستم كاستمر ريليشن مانجمنت سيستم يعني مثلا كامل مثلا از سوفت وير. فأي ميثود شايفاها المؤسسة هي effective ميثود وممكن إنها هي يكون توضح لك مدى الساتسفاكشن بتاع العملاء, أنت ممكن تستخدمها. ممكن برضو تعمل سيرفي, ممكن تعمل كويتشينير كل فترة بعدك تحلل النتائج بتاعت شنو رضاء العملاء. فدي برضو واحدة من الحياة المهمة جدا إنه أنت يجب إنه يكون عندك channels the organization shall determine the method for obtaining, monitoring and reviewing this information. والحتة دي هي بتوريك شنو المتطلب as a requirement بالطريقة دي. طيب نوت قلنا النوت هي ما مانديتري لكن توضيحية أكتر لشنو للسب كلوز أو للكلوز, اللي هو قال لك example of monitoring customer perception can include customer survey, customer feedback on delivered product and service, meeting with customer, market share analysis, compliments, warranty claims, تمام, and شنو and dealer report. dealer report برضو تقارير تجيك من شنو من ال dealers اللي هم يقولوا عليهم يعني الوكلاء أو كده يعني, طبعاً. فدي برضو كنوت. طيب نمشي لتسعة واحد ثلاثة اللي هو قال لك analysis and evaluation. طيب كده عرفنا إنه إحنا كيف نحدد المعلومات اللي إحنا درنا على المونيتورينج أو الحاجات اللي درنا على مونيتورينج, الطريقة, الزمن, المسؤولية كلها حددناها, وحددنا إنه عندنا المين indicator بالنسبة لنا الكاستمر ساتسفاكشن
وقلنا انه برضه الكاستمر ساتسفاكشن المفروض يكون في ميثودز بتاعت جمع للمعلومات. فالجزء بتاع جمع المعلومات انتهينا منه في 9.1.1 و9.1.2. طيب بعد ما بقت عندنا داتا، جمعنا الداتا دي كلها شلناها، الداتا لما تكون ان بروسيسد او ان بروسيسد بتكون ما عندها معنى. فبعد ذاك انا مثلا الكاستمر سيرفي ده انا جمعته بقى عندي 100 ورقه كلها فيها شنو، فيها نعم انا راضي عن الخدمه، نعم انا الخدمه تاخرت، ده بقول راي وده بقول راي، فهي رو داتا انت ما حتفهم منها شيء. فيجي بينه الرو داتا دي تشال تتحول لانفورميشن عبر شنو، عبر انه تعمل عليها عمليات بتاعت اناليسيس، ومن ثم الاناليسيس ده بيديك انفورميشن واضحه بناء على هذه الانفورميشن انا ببقى اللي هي فيها فاكتس يعني وقائع واضحه. هنا بعدك بقدر اعمل شنو، تقييم للموقف بتاعي على حسب شنو الحاجه اللي انا عامل لها اناليسيس. طيب the organization ان شاء الله analysis and evaluate appropriate data and information arising from monitoring and measurement. Okay, the result of analysis shall be used to evaluate. يعني هنا قال لك اول حاجه shall analysis analyze and evaluate appropriate data and information arising from monitoring and measurement system. اللي هو نفس الكلام قلت لكم انه على المؤسسه انها تحلل، وحتى التحليل ما حدد لك means of analysis. يحلل باي نوع، ده تحلل بالستاتستيكال بروسيس اناليسيس، ده تحلل بميني تاب بروجرام، ده تحلل بالكابابيليتي اناليسيس، وريفر الطريقه ولا التولز ولا الميثود اللي انت ده تحلل بها، وكان شنو وكان يعني دو ات. لكن يجب انه يكون في عمليات تحليل واضحه لشنو للبيانات. بعد كده قام قال لك ذا ريزلت، النتائج بتاعه عمليات التحليل of the analysis shall be used to شنو evaluate. زي ما قلت لك الانفورميشن الفاكتس اللي بتطلع من عمليه التحليل بيجي انا بشيلها، بتبقى لي انبوتس لشنو، لاني اقيم بعد ذاك هل الكاستمر ده بناء على الفاكتس دي. الفاكتس مثلا فور اكزامبل لقينا 80% من الكاستمر عندهم شكوى بالنسبه لشنو للديليفري ديت، او في الزمن بتاع شنو الديليفري او التسليم بتاع المنتج بتاع الساندويتش بتاع البرودكتس بالشيبمنت وريفر الاندستري شنو. فلقينا 80% شاكين انه والله انتوا التسليم بتاعكم متاخر، ولقينا مثلا 90% بيقولوا انه البرودكتس حقتكم الكواليتي بتاعتها ممتازه ما فيها كلام، ولقينا 50% بيقولوا انه والله يعني انتوا فعلا عندكم جود افتر سيل سيرفيسز ومتابعه جيده وكده. فيلا دي فاكتس، دي فاكتس اللي جبتها من وين؟ اني جمعت الداتا وحللتها فلقيت الفيجرز دي. فانا عشان استفيد من الكلام ده الايفالويشن بتاعي بيوضح انه والله يا اخي معناته بناء على الفاكت انه 80% راضين ما راضين عن موضوع الدليفري، معناته احنا فعلا موضوع الدليفري ده عندنا فيه شنو ايشو، عندنا فيه مشكله. فبناء عليه احنا يجب انه نكون عندنا اكشنز واضح او كوركتيف اكشن واضح في الاريا دي، فده الايفالويشن بروسيس. فقال لك الريزلت بتاع الاناليسيس شال بي يوز تو ايفالويت شنو، ده التقييم شنو، انت الحاجه الدال تعمل لها ايفالويشن شنو. ايه قال لك شنو، ايفالويت الكونفورميتي اوف برودكت اند سيرفيس، داير تشوف هل السيرفيس اللي انت بتقدمها والبرودكت هل هي كونفورميتي، هل كونفورم ولا ما كونفورم، هل هي مطابقه للمواصفات ولا مطابقه للمواصفات. دي واحده من الكريتيريا اللي انت ممكن شنو الحاجات اللي انت داير تحللها او داير تصلها. الحاجه الثانيه داير تعمل ايفالويت للديجري اوف كاستمر ساتسفاكشن، زي ما قلت لكم السكند يعني بعد البرودكت والسيرفيس الكونفورميتي حقتها والسبيسيفيكيشن، السكند انديكيتر تمام اللي هو شنو الرضا العميل. فانا برضو داير احلل واعمل تقييم لمدى رضا العميل عن شنو البروسيس حقت المؤسسه تمام. الحاجه الثالثه بيرفورمانس ان افكتيف شنو افكتيفنس اوف كواليتي مانجمنت سيستم، اللي هو داير اشوف الاداء وشنو الفاعليه بتاع الفعاليه بتاعت الكواليتي مانجمنت سيستم عندي في المؤسسه، هل فعلا حصل امبروفمنت، هل فعلا حصل تقليل للويست، هل فعلا حصل تقليل للريوركينج كده. بعد ذاك برضه داير احلل اف ذا بلان هاز بين امبلمنتد افكتيفلي، داير احلل فعلا هل الخطط حقتي اتطبقت بطريقه بروبر اللي هو الاكشوال مع البلاند، هو صح ولا ما كويس ولا ما كويس، within ولا ما within، في deviation ولا ما في deviation. We need to should be used to evaluate برضو the effectiveness of action taken to address the risk and opportunities. تذكروا ان احنا حصرنا the risk وال opportunity صح، فهل انت ال actions اللي عملناها تذكروا وان احنا نطبقها بعد ما احنا حصرنا المخاطر عملنا actions. فانت هنا برضو you have to evaluate هل المخاطر دي ال action انت عملتها كانت effective، قللت نسبة المخاطر، هل الخطر ده ما حصل لنا تاني، هل احنا فعلا عملنا له elimination عبر الكنترولز اللي احنا حددناها ولا ما حددناها.
والله ما حصل. فدي كلها انفورميشن انت يجب انك شنو تعرفها. بعد ذاك برضه قال لك في اف قال لك ذا بيرفورمانس ذا اورجانيزيشن ذا ريزلت اوف اناليسيس شال بي يوز تو ايفالويت ذا بيرفورمانس اوف ذا اكسترنال بروفايدر. نمره اف ذا بيرفورمانس اوف اكسترنال بروفايدر داير تقييم برضه المعلومات حقت شنو الموردين الخارجيين صح او البروفايدرز. بروفايدر مقصود بها كونتراكتر مقصود بها سبلايرز وريفر. فانت برضه المفروض تقييم زي ما بتتذكروا احنا في البند 8 4 اللي هو بند البند بتاع شنو الاكسترنال بروفايدرز. فقال لك يجب ان يكون عندك بوتنشال سبلاير ليست يجب ان يكون عندك سكند بارتي اوديت يعني حاجات زي دي اللي هي ميس هو ما حدد لك لكن قال لك ميس اوف ايفالويشن. فانا الايفالويشن اللي عملته ده اشوف الريزلت حقتي هنا شنو هل فعلا انا بناء على الايفالويشن اللي عملته هناك يعني اقصيت بعض الموردين برا طلعتهم برا القائمه الرئيسيه او قائمه الموردين الرئيسيه هل فعلا انا تبنيت واهلت موردين جدد دخلتهم في شنو في الداتابيس حقي فكده يعني. فدي النتائج شنو الحاجات اللي احنا عملناها في 8 4 تظهر لك هنا. And then اخر حاجه اللي هو the result of analysis shall be used to evaluate G, the needs for improvement to the quality management system اللي هو بيجي بعمل شنو evaluation general لانه مدى الحاجات اللي احنا دارين نعمل لها improvement او تحسين داخل النظام الاداري بتاع الكواليتي مانجمنت سيستم في المؤسسه. فده كده الحاجات اللي احنا بنكون دارين نعمل لها ايفالويشن وبناء على المعلومات دي احنا بنقدر نقيم فعلا يعني مدى شنو مدى تطبيق الكواليتي مانجمنت سيستم من ناحيه بتاعت سيرفيس من ناحيه بتاعت برودكت من ناحيه بتاعت رضا من ناحيه بتاعت تطبيق للخطط من ناحيه بتاعت افكتيف امبلمنتيشن من ناحيه بتاعت انه حصرنا المخاطر وتخلصنا منها وتحصلنا على الفرص الجيده وقدرنا نستفيد منها وانه الاداء كاملا في المؤسسه كان اداء شنو مميز ويتحسن عن شنو عن الوقت السابق. فدي الحاجه اللي فعلا احنا دارين نقيم. بعد كده بنكون خلصنا شنو البند الاول او الصف كلوز الاول اللي هو 9 1 في شنو في البند 9. طيب ديك عمليات لحاله اللي هي عرفناها تمت وكل عمليات التقييم بنرجع للكي بي ايز او شنو الكي بيرفورمانس انديكيتور مؤشرات القياس الاداء لانها هي الحاجه اللي بتساعدنا في انه احنا تو اوبتين شنو الديفيشن او شنو او الانحراف من الحاجه المطلوبه. طيب 9 2 اللي هو عمليات الانترنال اوديت. عمليات الانترنال اوديت اللي هو البند 9 2 1 قال the organization shall conduct internal audit at planned interval to provide information whether the quality management system A conform to one the organization or requirement for its quality management system and the requirement of this international standard B is effectively implemented and maintained. طيب بالراحه قال لك اول حاجه the organization shall يعني internal audit mandatory ما تمشي لمؤسسه ما يكون عندها انترنال اوديت تقول لك يا اخ والله احنا ما عملناه وكذا لا انت تعمله هذا حاجه مانديتري شال دي مانديتري طوالي ما لقيت اي عمليات بتاعت انترنال اوديت او تدقيق داخلي معناته طوالي حاله عدم مطابقه وكمان ممكن تكون كبرى يعني تمام. ف the organization shall conduct internal audit دي النقطه الاولى at planned intervals يعني حتى الانترنال اوديت ما يكون انترنال اوديت واحد بس في السنه لا تعمل كونداكت انترنال اوديت ويكون عندك بلان انترفال يعني تعمل اوديت في شنو في فترات مختلفه تخططها انت انه انا والله خلال العام ده حيكون عندي انترنال اوديت لاداره كده وكده وكده او انترنال اوديت كامل في الشهر في كل ربع او مرتين في السنه فده البلان انترفال يعني اجي القى عندك اوديت شنو اوديت بروجرام تمام تو بروفايد انفورميشن اون ويذر ذا كواليتي مانجمنت سيستم A conform to the organization on requirement for the quality management system عشان أتأكد الانترنال اوديت يا اخواننا المين كريتيريا انا بعمل على ضوها على ضوءها يعني تفتيش بفتش على حسب البنود اللي احنا مرينا عليها وقريناها دي بشوف التطبيق لقينا فعلا التطبيق ده مطابق للمواصفات او لبنود المواصفه اوكي اي حاجه بتاعت اي حاجه حاله عدم مطابقه ما مطابقه لمتطلبات المواصفه دي طوالي بطلعها فايندينج بالجنب تمام. فدي الفكره من الانترنال اوديت. الحاجه الثانيه اللي احنا بنعمل انترنال اوديت اللي هو ايه تو كونفورم تو ذا ريكويرمنت اوف ذا انترناشونال ستاندرد اند فور ذا اون ريكويرمنت اوف ذا كواليتي مانجمنت سيستم يعني عشان اتاكد من زي ما قلنا شنو متطلبات المواصفه وفي نفس الوقت نشوف متطلبات السيستم داخل شنو المؤسسه. دي الحاجه الاولى اللي احنا على ضوءها بنعمل شنو الانترنال اوديت. الحاجه الثانيه عشان نتاكد انه السيستم ده شنو quality management system is effectively implemented and maintained في بي
اللي هو شنو يتاكد انه فعلا السيستم بتاع الكواليتي مانجمنت سيستم ده هو كان شنو افكتيف امبلمنتد ام مينتيند, طبق بطريقه ممتازه وحافظوا عليه وبقى شنو مينتين بطريقه بروبر. فالغرض الرئيسي من الانترنال اوديت انه يشوف يقيم السيستم. عشان كده لما نقول 9-1 بيرفورمانس يعني مونيتورينج ميجرينج اناليسيس اند ايفالويشن, دي هي تتكلم عن الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها انه كونفورميتي اوف برودكت وسيرفيس وساتسفاكشن اند سو اون. اما الانترنال اوديت ده اخواننا هو بيشيك لك السيستم ذات وفي رقبته, هل انت مطبق السيستم بناء على الكلوزز من كلوز 4 لحد كلوز 10, هل انت عندك اي فايندينج بيطلع عليك بالجنبه, هل السيستم تطبيقه ده كان افكتيف ولا انت خاطيه ورق اوكي او دوكيومنتس في اللابتوب ولكن ما في افكتيف امبلمنتيشن. فالكلام ده ضروري ليه, لانه على طول ممكن ما يدوك اصلا السيرتيفيكيشن بتاعه شنو الايزو. فده بالنسبه لجنو بجزء 9-2-1. بالنسبه لجزء 9-2-2 قام قال لك ثاني في متطلبات الانترنال اوديت, قال لك ذا اورجانيزيشن شال, نسمع الكلام ده بالراحه, ذا اورجانيزيشن شال بلان نمره ايه, بلان establish implement and maintain an audit program. نسمع الكلام ده تاني, the organization shall plan, يكون عنده خطه, establish يعني تنشئ الخطه دي انت وتطبقها, implement and to maintain اللي هو maintain يعني شنو, اني انا يكون عندي document واضحه لشنو ليه مخرجات التطبيق حقي بتاع شنو بتاع الخطه. الخطه دي حقت شنو, ان اوديت بروجرام, برنامج بتاع شنو بتاع اوديتين. طيب الاوديت بروجرام ده هو برنامج الاوديت اللي هو انت بتكون مجدول فيه الانترفلز اللي انا هعمل فيها اوديت خلال العام المؤسسه بتاعتي. فانت بيكون عندك شنو يعني لك ماتريكس او جدول خطوه الديبارتمنتس حقتك, وبعدك بتحدد انه كل واحده هتعمل لها اوديت 200. طيب هل انا بختار الكلام ده ساكت, الاوديت ده بعمله ساكت من راسي انه انا شهر 1 همشي لاداره البرودكشن, شهر 2 همشي للماركتنج, ولا محكوم؟ لا محكوم حكمه شنو, قال لك يا اخي الاوديت بروجرام او بروجرامز, ممكن يكون عندك اكثر من بروجرام يعني تمام. ليه؟ لانه ممكن يكون انت شغال بورتفوليو يعني عندك اكثر من اكتيفيتي او عندك اكثر من شركه تحتك, انكلودينج ذا فريكوانسي ميثودز ريسبونسابيلتي planning requirement and reporting تمام, which shall take into consideration الآتي. طيب الاوديت بروجرام ده قال لك المفروض يكون الكريتيريا حقته انه يكون فيه الفريكونسي, كم مره انت هتعمل اوديتنج على الادارات دي, والطريقه ميثود الطريقه انت هتستخدمها, الطريقه دي مثلا دي يعني مقصود بها شنو الانترنال اوديت, هل هيكون دوكيمنت ريفيو, هل هيكون اون سايت اوديت, هل هتمشي لهم عديل الطريقه الميثود. ثلاثة الريسبونسابيلتي, مسؤولية منه الاوديت ده, انت هتكون مسؤولية منه يعني مسؤولية الزول الجهة او التيم اللي هيعمل لك انترنال اوديت منه, وغير كده الشخص المفروض يكون معاك اللي هي الادارة المعنية الماشي تعمل عليها اوديتنج توضحها. اربعة بلانينج ريكويرمنت اند ريبورتنج, متطلبات شنو التخطيط والمتطلبات بتاعت شنو المواصفة. ف which shall take into consideration دي 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 ده شكل البروجرام يعني البرنامج او البروجرام او البلان اللي انت هتعمله. في فرق بين الاوديت بلان والاوديت بروجرام, حنجي نتكلم عن الاوديت بلان بتفصيل. بس هنا المقصود ده باوديت بروجرام برنامج بتاع اوديت داخلي او برنامج بتاع تدقيق داخلي, انك بتحدد شنو انترفلز اللي هو خلال السنه انك هتعمل كم اوديتنج كم اوديت تمام, والاوديت دي المفروض برضه توضح هي هتكون كم مره للإدارة, هل مرة واحدة في السنة لكل إدارة ولا مرتين في السنة لكل إدارة وكده, ويجب إنك توضح الطريقة, يجب إنك توضح المسؤولية من المسؤول من الأوديت ده تمام, مسؤولية الشخص اللي هو هيمشي يعمل له أوديت والتيم اللي هيجي يعمل أوديت, دي الاثنين تكون واضحة. والبلانينج ريكويرمنت اللي هي شنو, اللي هي أنا حاجة أعمل لك أوديت على كريتيريا مثلا 9-1, ممكن اجي مثلا ممكن تكون متبني اي ام اس سيستم 3 مواصفات انتجريتد مانجمنت سيستم 9001 45001 و14000 اللي هو الكواليتي والسيفتي والانفايرمنت. فانت بتوضح الريكويرمنت اللي انت جاي تعمل على البلان شنو, يقول له يا اخي انا والله جاي اعمل لك اوديتنج, او الريكويرمنت اللي انت جاي تعمل عليها اوديتنج شنو, يقول انا راح اعمل لك اوديتنج على الكريتيريا بتاعه 9001 كواليتي, او جاي اعمل لك اوديتنج على السيفتي, او اعمل لك اوديتنج على شنو الفود سيفتي, على حسب بعدك الانظمه اللي انت متبنيها يعني. تمام. فبعدها قال لك which shall take into consideration, يجي منك تاخد في الاعتبار
يلا هتاخد في الاعتبار شنو لما تعمل البروجرام بالطريقة اللي احنا ورينا عليكم دي، يجي بانه تاخد في اعتبارك شنو the importance of process concern. يعني شنو the importance of process concern؟ يعني الاريا اللي انت لازم تمشي تعمل لها audit، بتحدد الانترفال انه هعمل لها كم مرة audit على حسب أهمية الحتة ذاتها. يعني أهمية إدارة الماركتينج تمام، وأهمية إدارة البرودكشن تختلف، لأنه إدارة البرودكشن هي فيها الأكشوال أوبريشن صح بتاع المؤسسة، وفيها التشغيل وفيها المشاكل وفيها حاجات كثيرة، فبحجمها وبشكل الإدارة دي هي الإمبورتنس بتاعتها بتستدعي إنه أنت تعمل لها أوديتين انترفال أكتر من شنو من أخواتها. يعني أنا ما بحدد، ما بقول لك البرودكشن أهم من الماركتين، لا أنا بقول بعد ذلك it depends على حسب أنت والمؤسسة بتاعتك. فأنت والمؤسسة بتاعتك كل إدارة أو كل عملية على حسب أهمية العملية دي بالنسبة لك، وإنه مفروض تطبق عليها جودة أو سلامة أو بيئة. يعني مثلا لو إحنا متبنين نظام سلامة، لما تيجي تعمل internal audit أرض المصنع أو المانيفاكشر ذاته أو البرودكشن لاين، أهم تعمل له audit أكثر من مرتين ثلاثة، أهم من منك تعمل للمكاتب صح؟ ليه؟ لأن المكاتب بشكل السيفتي فيها ما فيها مشاكل هزارس كثيرة، ما يعني ما بالمقارنة مع شنو مع الفيلد بتاع المصنع ذاته ولا الجراوند فلور بتاعت شنو بتاعت الاندستري. عشان كده أنا بقوم بعمل هناك في الانترفيز في البروجرام حقي إني هعمل ثلاثة أوديت خلال العام لإدارة شنو الاندستري، وهعمل أوديت واحد للمكاتب كسيفتي مثلا. بنفس الفكرة الكواليتي حسب الامبورتنس، الادارات اللي فيها كريتيكاليتي عاليه بالنسبه لك انت بتعمل لها انترفال في الخطه بتاعتك اكثر من مره تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه قال لك ذا ويتش شال تيك انتو كونسيدريشن ذا شنو ذا امبورتنس اوف ذا بروسيس كونسيرن اند ذا تشينج افكتينج ذا اورجانيزيشن. برضو لو انت عملت تشينج تمام، عملت لك مثلا ورشه جديده، عملت لك برانش جديد، عملت لك مبنى فيه اكتيفيتيز جديده داخل المؤسسه، فيجب انه انت تعمل بدأت تطبق عليها في نظام بتاع الكواليتي بناء على البلانين اوف تشينج اللي هو في البندي شنو 6-3، فيجب انك انت شنو برضه تعمل اكثر من عمليه بتاعت اوديت للحاجه الجديده دي، لانه هي حاجه ما نوت ماتيور لسه، فما حتقوم تعمل لها اوديت واحد زيها وزي الحاجات الاوريدي مطبق فيها سيستم لو سنتين او 3 سنة صح، لان حاجه تشينج جديد، فانت دي حتقوم تركز معاه وتعمل لها اكثر من انترفال. اوكي طيب. الحاجه الاخيره قال لك which shall take into consideration the شنو the important and the change affecting the organization and the result of the previous audit. طيب نتائج التدقيق الداخلي السابقة، التدقيق الداخلي السابق بتاع السنة الفاتت بتاع الربع الفات بتاع الخطة الفاتت، فانت عنده report صح فيه كمية من الفايندينجز. الفايندينجز دي بتوضح لك انه في ادارات مثلا فيها مشاكل كثيرة، في ادارات ممتازة، في إدارات فيها مشاكل بسيطة كده. فلما أجي أنا أخطط للسنة الجديدة أو للأوديت الجديد، أكيد الحتة اللي كان فيها مشاكل كثيرة وظهرت لي في الريبورت السابق أنا هركز عليها أكتر صح، هعمل عليها أكتر من انترفال. يعني فدي الفكرة هنا، إنه أنا لما أجي أعمل الأوديت بروجرام you have to take in consideration الكلوز إيدا بكل تفاصيل تمام. فده جزء مهم، وحتى في امتحان الليد اوديتر دائما البند بتاع الانترنال اوديت بيسالوا من التفاصيل دي يعني باسهاب فوق. وان شاء الله طبعا عندنا المواصفه 19011 ISO 19011 2018، هي المواصفه المعنيه بعمليات الانترنال اوديت، وبتتوضح انه كيف نعمل اوديتين والبروسيس بتاعت الاوديتين كيف، وكل الستيج حقته وانواع الاوديت والحاجات دي كلها ان شاء الله حديكم لها في اللكشر القادم باذن الله تعالى، واوضح لكم بإسهاب عن عملية الانترنال اوديت بإذن الله، وتقول لكم كشنو كفاتحة الشهية لأنه زلو دار يمشي يمتحن ليد اوديتر وكذا تمام من الإيركا البريطانية. طيب نجي لنمرة بي، The organization shall define the audit criteria and scope for each audit. قال لك على المؤسسة برضو بعد ما عملت الاوديت بروجرام بالكريتيريا اللي تكلمنا عنها، قال لك برضو مفروض فور كل اوديت هي دار تعمله توضح لي الاوديت كريتيريا. زي ما تكلمتها انه ممكن تكون متبني اكتر من سيستم، فبناء على السيستمز اللي انت متبنيها دي ممكن انت شنو يعني تتكلم عن شنو انه والله يا اخي انا هنا هعمل شنو هعمل اوديت بتاع 9000 واحد، وهنا هعمل اوديت بتاع 45000 سلامة، وهنا هعمل 14 بيئة، وهنا هعمل 22، على حسب الانظمة اللي انت متبنيها في المؤسسة. فقال لك يجب توضح لي انت يا تو كريتيريا العمل على اساس البروجرام ده.
تمام؟ يعني ممكن يكون عندك ثلاثة كريتيريا في المؤسسة، معناته عندك ثلاثة بروجرامز أو بروجرام واحد لكن شنو ميكست في كله. هنا توضح إنه ده هنا بتاع كواليتي، هنا ده بتاع كده، ده بتاع كده، تمام؟ فدي الفكرة. عشان هنا عشان كده قال لك شنو في نمرة إيه، قال لك بروجرام أو بروجرامز، خدت لك الإس بين شنو بين قوسين، لأنه ممكن يكون عندك أكثر من بروجرام. طيب نمرة سي قال لك the organization shall select auditors and conduct audit to ensure objectivity and in the impartiality the in شنو the impartiality of the audit process. يلا جينا لعملية اختيار الأوديترز. لما تجي قال لك تختار المؤسسة، ما قال لك أهم شيء اختار أوديتر من إدارة كده وكده، ولا قال لك نوع، ما تقول لك المواصفة إيش أصلا قطع النبت، تقول لك أمشي عمل الحاجة كيف. قال لك يا أخي بكل بولايت قال لك the selection of auditors and conduct audits to ensure objectivity and impartiality of the audit process. قال لك يا أخي لما تختار الأوديترز ذيل، أنت أخذ في اعتبارك لما تختار الأوديترز عشان تمشي تعمل عمليات الانترنال أوديت أو التدقيق الداخلي، تأخذ في اعتبارك إنه اختيارك ده ما يأثر في شنو، في الأوبجكتيفيتي اللي هي يعني أهمية التطبيق بتاع أول هدف الرئيسي من الأوديت، وما يأثر في شنو، في الإمبارشياليتي of the audit process. طيب الإمبارشياليتي معناها تعريفه يعني بالمنطق إن auditor cannot audit his own department. Impartiality auditor cannot audit his own department لأنه بكون فيها bias تحيز. فلما أنت تعمل تيم تشكله، التيم ده لما تعمله ما ممكن تقول لناس إدارة الإنتاج يكونوا هم ذاتهم ومشي دربتهم على عمليات الانترنال اوديت من السيستم وكده، تقوم تجيب واحد منهم تقول له يلا امشي اعمل لإدارتك شنو انترنال اوديت، فأكيد حيكون عنده تحيز، حيكون عنده justification، ما حيكون شنو، ما حيديك نتائج integral شنو result أو integral شنو information. ليه؟ لأنه عنده بايزين. فدي بقوله على الامبارشياليتي. فانت يجب لانك انك تختار لما تعمل على الانترنال اوديت الزول الشغال في شنو، في الاريا المعينه او الاداره المعينه، تمام، يجي زول ثاني يعمل عليه شنو اوديت. فانت بيكون هنا الاداره الماركتين يعملوا على ديل، ناس البرودكشن بيعملوا على ديل. في النهايه الموضوع ما 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 محتاج خبره او انه المفروض يكون ملم بالعمليات دي، لا، هو في النهايه جاي يعمل اوديت انترنال. الانترنال اوديت بناء على المواصفه، المواصفه دي انت اصلا الانترنال اوديت تيم انت بتدربهم وتوضح لهم المواصفه بتفاصيلها، يكونوا فاهمينها تماما، فما بعدك ما بيفرق انه هو جاي من الماركتينج ولا جاي من الاتش ار ولا جاي من شنو من البرودكشن، عشان نحافظ على شنو الامبارشياليتي. الاوبجكتيفيتي اللي هي شنو يعني الغرض من شنو من الاوديت، اللي هو الغرض من الاوديت انه شنو الكونتينيوس امبروفمنت، وفي نفس الوقت الغرض من الاوديت انه يكون تشيكين ديو تو شنو تو كريتيريا محدده أو مواصفة محددة. طيب نمرة دي قال لك the organization shall ensure that result of the auditors are reported to relevant managers. اللي هو شنو بعد ما انت عملت الانترنال audit، طبعا الغرض منه التحسين، يعني دي هو العملية بتاعت الانترنال audit أو الفيرست audit فيرست ستيج audit سوري الفيرست بارت audit يقولوا عليه فيرست بارت audit أو الانترنال audit، الغرض منه انه هو تحسين داخلي في المؤسسة، فما في هدس، ما في حاجة فيها تدسة. يعني انت من كل إدارة طلعت مشاكلها في عبارة عن ريبورت، الريبورتات دي وبعد ذلك بتجي شيلها لمدير الإدارة وتسلمها للإدارة، والله يا أخي بناء على الانترنال أوديت اللي احنا عملناه والتدقيق الداخلي لقينا انه دي الفايندينجز حقتكم، فعليك الله يا أخي حاول عمل لنا شنو خطة بتاعة شنو اكشن بلان للأكتيفيتيز دي، حاول قفلها لنا، تمام. فبعد ذاك هو البرودكشن مانجر او الماركتنج مانجر او الاتش ار مانجر او البروكيورمنت مانجر او الادمنستريتيف مانجر او السي او، كل واحد على حسب حياته هو بعد ذاك هقول له خلاص انا بالنسبه للارياز دي انا هقوم اقفلها، تقوم تقول له لا امشي جيب لي خطه واضحه انت هتقفل الكلام ده كيف. خطه دي احنا اتفقنا انه فيها 4 w بلس شنو اتس 4 وايفز بلس 1 هازبند، راجل واربع نسوان، صح؟ فيلا انت طوالي وضح لك انه الاكشن بلان بناء على فايندين نمبر 1 انه حيتعمل هذا هاو مسؤول منها اكس هو في الزمن الفلاني وين ان في المنطقه كده وير ان شنو ان واي عشان نعمل كده. فده لازم تكون عمل لك بلان واضحه لكل اداره عشان شنو تو كلوز الفايندينجز، وده الغرض الرئيسي طبعا من الانترنال اوديت. آخر حاجة قال لك the organization shall take شنو، والحاجة قبل الأخيرة the organization shall take appropriate correction
and corrective action without undue delay. إنه مفروض طوال على أساس بناء على الفايندينغز حيث الانترنال أوديت إنه طوال تأخذ شنو actions زي ما وضحت لكم قبل شوية corrective action وcorrection action. correction طبعا في فرق بين correction والcorrective. correction هو مقصود له التصحيح. لو كان عندك حاجات فيها مشكلة يعني كبيرة ومشكلة يجب إنها تتحل سريعا فالcorrection هو التصحيح الفوري. طوال تمشي تصحيح. الكوركتيف اكشن اللي هو شنو يعني تصحيح وقائي اني انا اصحح الحاجه بحيث انها ما تحصل لي مره ثانيه. يعني انت بتصحح المشكله وفي نفس الوقت بتضع كنترول مجر انه الحاجه دي ما تظهر لي مره ثانيه. فالكوركشن هو تصحيح فقط فوري بدون ما انه اعمل كنترول مجر عشان ما تحصل لي ثاني. لكن الكوركتيف اكشن شنو هو بعمل حل وفي نفس الوقت الحل ده مفروض ثاني الحاجه دي ما تظهر لي نهايه. يعني بكون حل جذري. فبعدك على حسب الفايندينغ في فايندينغز ميجر ايرجنت سيجنيفيكانت زي دي انت ممكن تعملها كوركشنز اولا بعدك تيجي تعملها كوركتيف اكشن ليتر ما بتستحمل. فديبنس يعني فانت قلت عشان كده قال لك ابروبريت تيك ابروبريت كوركشن ان كوركتيف اكشن ويذاوت اند يوشنال ديلي. طيب اخر حاجه اللي هو البند اف قال لك ريتين دوكيومنتد انفورميشن از ايفيدنس اوف ذا امبلمنتيشن اوف ذا اوديت بروجرام اند ذا اوديت results. فقال لك يا اخي المؤسسه المفروض تكون عندها شنو ريتين زي ما قلنا شنو ريكورد للدوكيومنتد انفورميشن تمام as evidence of the implementation of the audit program اللي هو يكون عندك دوكيومنتيشن واضحه as نتائج بتاع شنو تطبيق للاوديت بروجرام and the audit results يكون عندك شنو انفورميشن واضحه as evidence يعني تمام. فقال لك سي ايزو 19000 شنو ان 11 for guidance اللي هو زي ما ذكرت لكم مواصفات 19011 هي المواصفة المعنية بشنو مواصفة إرشادية معنية بشنو بعمليات التدقيق وإن شاء الله هنتكلم عنها في الليكشر القادم يعني تمام. طيب آخر حاجة عندنا في شنو في البند 9 اللي هو شنو المانجمنت ريفيو أو اجتماع مراجعة الإدارة. اجتماع مراجعة الإدارة اللي هو زي ما وضحت لكم قبل في المقدمة إنه هو اجتماع يضم كل الإدارة العليا داخل المؤسسة وكل الليدرز الغرض منه انه يناقشوا شنو يناقشوا الافكتيفنس بتاعت السيستم ويناقشوا مدى الـ 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 يعني فعاليه تطبيق نظام نظام الكواليتي مانجمنت سيستم وكذا. فذا مانجمنت ريفيو شال بي بلاند اند كاريد اوت تيكن انتو كونسيدريشن. يعني اول حاجه قال لك يا اخي مانجمنت ريفيو ده المفروض يكون عنده خطه. فانا جيتك ورينا خطتك للمانجمنت ريفيو كيف اللي هو مثلا نهايه كل عام مره واحده في السنه مرتين في السنه في نص السنه في نهايه السنه depends على حسب الحياة شايفاها الإدارة العليا مناسبة تمام. فقال لك مفروض تكون عندك management review as a plan تمام وفي نفس الوقت شنو and carry out taken into consideration لما تيجي تعمل ال management review تأخذ في اعتبارك شنو الآتي A the status of action from previous review management review اللي هو ال inputs اللي هو دي طبعا 9-3-2 دي هي شنو أنا سوري في حاجة نسيتها مفروض نبدأ بتسعة ثلاثة واحد اللي هو management review general أول حاجة sorry top management الإدارة العليا مسؤوليتها management review مسؤولية الإدارة العليا وتوضح فيه الكوميتمنت حقها. قال لك top management shall review the organization quality management system at planned interval to ensure its continuing شنو suitability adequacy effectiveness and alignment with the strategic direction of the organization. انه على الاداره العليا شال ان يكون عندها عمليات بتاعت مراجعه ومتابعه للeffectiveness بتاعت نظام الكواليتي مانجمنت سيستم او نظام اداره الجوده at a planned interval. برامج برضه يكون عندها شنو اكثر من مراجعه يعني تمام شنوته عشان تتاكد انه السيستم بتاعك كونتينيوشن سوتابيليتي مناسب ديكنسي افكتيف فعال ان الاينمنت متشنو زي ما نقولوا يعني الاين يعني متوافق مع شنو مع الخطه الاستراتيجيه او الدايركشن او شنو الطريقه الاستراتيجيه او الاتجاه الاستراتيجي او التوجه الاستراتيجي بالنسبه للمؤسسه. طيب ده المانجمنت ريفيو دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه 9-3-2 قام اتكلم لنا قال لنا المانجمنت ريفيو ده عنده حاجتين عنده مدخلات input وعنده مخرجات output. ما هو اجتماع في النهاية يعني اجتماع عادي. الاجتماع ده عنده agenda بتناقشها وعنده مخرجات صح حاجة بديهية minutes. طيب الاجندة شنو قال لك يا اخي the management review shall be شنو the management review
طيب اللي هو زي ما قلت لكم الانبوتس، الانبوتس دي يجب ان يكون فيها حاجات شنو واضحه يتم شنو مناقشتها من قبل الاجتماع بتاع مراجعه الاداره كده. طيب الحالات اللي قال لك الاجنده بتاعت الاجتماع المفروض بتاعت مانجمنت ريفيو تكون كالاتي. اول حاجه اللي هو ده مانجمنت ريفيو شال بي بلان اند كاريد اوت تيكن انتو كونسيدريشن، تمام، ايه the status of action from previous management review. Previous management review اول حاجه بتراجع شنو اللي هي توصيات الاجتماع السابق، المانجمنت ريفيو ميتنج السابق كانت التوصيات حقته شنو، تمام، او المخرجات حقته، فهل اللي هي بيقولوا عليها شنو يعني توجيهات الاجتماع السابق او مخرجات الاجتماع السابق او شنو كده. فانت بتشوف اول حاجه هل تمت ولا ما تمت، دي النقطه الاولى دي بيتم مراجعتها. اثنين بتاخد في اعتبارك change in external and internal issues، لو في حاجة جديدة في اتغيرت ك external ولا internal، حاجات انت عليها انت كده عندك عليها control internal ولا حاجات عندك عليها شنو ما عندك عليها control external، صح؟ طيب زي شنو عندنا COVID-19 دي حاجة external issue ما انت ما عندك لها اي control، لوجات شنو جديدة عليك، فانت في management review بتراجع ها يا اخواننا COVID-19 ده اثر علينا بشنو، طيب احنا نعمل شنو، تمام. internal issue مثلا حصل لك هيكلة، تمام، ري ستراكشر داخل المؤسسة دي حاجة انترنال ايشو، طيب غيرت في تفاصيل كثيرة، انت كاجتماع مراجعة ادارة مفروض تشوف تأثير شنو على السيستم وكيف هتعمل لها ادابتيشن، هتتناقشوا كلكم مع بعض، تمام. طيب سي information on the performance and effectiveness of the quality management system include trend in، برضو قال لك انت عندك عدد كبير من المعلومات عن شنو، عن الافكتيفنس، عن فعالية تطبيق نظام الكواليتي، فيها عدد من الانفورميشن زي شنو، واحد الكاستمر ساتسفاكشن اند فيدباك فروم ريليفنت انترستد بارتيز، تناقش تشوف بناء على المعلومات اللي جاتك من العمليه بتاعت الاناليسيس والايفالويشن في 9-1 حتناقش المعلومات دي انه والله يا اخي مدى الساتسفاكشن ده الناس ما مبسوطين، الحاصل شنو يا اخوان، الانديكيتورز دي قالت انه في عدم ساتسفاكشن، المشكله وين، تمام. حتناقش ذا اكستنت تو ويتش كواليتي اوبجكتيفز هاف بين ميت، الكواليتي اوبجكتيفز حقتنا هل منفذه في كل الادارات، ما الكلام ده انتوا جبتوا في البرفورمانس هناك جاهز ايفالويتد وانفورميشن جاهزه، فهتجي تقول يا اخواننا ليه الاوبجكتيف دي في ادارات منفذاها كويس وفي ادارات بيهايند ذا شادو، ولا الحاصل شنو، اي مدير اداره قاعد معاك في الاجتماع فمفروض يكون في جاستيفيكيشن بعد ذاك، المشكله شنو، هل ما في ريسورسز، هل ما في بادجت، طوالي طوالي يكون في شنو في نقاش وفي طوالي تحلل الروت كوز اللي هو بناء على البرين ستورمنج وتطلع التوجيهات، تمام. The process of process performance and conformity of product and service، معلومات عن الconformance بتاع شنو بتاعة العمليات والoverall performance بتاع المؤسسة برضو مفروض تكون واضحة. And non-conformities and corrective actions، حالات عدم المطابقة اللي وجدناها من الinternal audit report والcorrective action اللي احنا عملناها توصينا بها عشان تقفل الحالات عدم المطابقة دي، موقفها شنو مفروض يتناقش، تمام. Monitor and measuring result، نتائج شنو المراقبة والmeasure، تمام، الريزلت حقتها دي سواء كانت بوزيتيف ولا نيجاتيف مفروض يتناقش، ليه، لانه كله نتيجه لامسه شنو واحد من الادارات، يعني كل اداره عندها دور في الحياه دي، اوكي. الاوديت ريزلتس، نتائج التدقيق الداخلي برضه يتم مناقشتها، الريبورت بتاع الانترنال اوديت يتم مناقشته في 6. طيب 7 ذا بيرفورمانس اوف اكسترنال بروفايدر، معلومات شنو الموردين الخارجيين، معلومات السبلاير، معلومات الكونتراكترز الشغالين لنا برضو يجب ان يكون شنو يكون تناقش وتراجع في حالة طلع قرار انه يتم اقصاء بعض الموردين والقدامى ويدخل مثلا تأهيل موردين جدد بناء على المعلومات الجات، القرار ده بياخده منه تاخده الادارة العليا مع بعض، صح؟ فيا اخواننا دي حاجات مهمة جدا كانفورميشن عشان انا اقدر اعرف بها شنو البرفورمانس بتاع الافكتيفنس اوف ذا كواليتي مانجمنت سيستم والترندز، ترندز ان ترند قاصد بها شنو يعني التوجهات، هل الترندز دي بوزيتيف ترندز ولا نيجاتيف ترندز، تمام. بوزيتيف ترندز معناتها السيستم افكتيف، نيجاتيف ترندز معناتها داير وقفه، صح، داير داير مراجعه المشاكل عشان نشوف الروت كوزز. طيب دي ذا ادوكنسي اوف ريسورسز، توفر الموارد، توفر الموارد، الاداره العليا هي المنوط بها انها توفر الموارد، المدير المالي هو اللي بيطلع البادجت، المدير إدارة المشتريات هي اللي بتشتري البروكيورمنت أو المشتريات المطلوبة، الإدارة العليا هي اللي بتصدق، هي اللي بتوجه إنه يوفر الموارد، تمام. الـ HR هو اللي بيوفر الموارد البشرية، هو اللي بيعمل الكومبتنسيز النيدي،
الإدارة العليا هي بتصدق إن يكون في new buildings, new workshop, new infrastructure. هذا كله قرارات إدارة عليا, فيجب برضو مناقشة شنو توفرية الموارد أو شنو أو وجود الموارد. E the effectiveness of action taken to address the risk and opportunity. بالنسبة للبند 6.1 دارين نشوف برضو الأكشنز اللي إحنا عملناها بناء على المخاطر اللي إحنا طلعناها في البند 6, نشوف الكنترولز دي هل هي كانت effective ولا ما effective. آخر حاجة شنو opportunity for improvement, فرص التحسين اللي هي ممكن تحسن المؤسسة وتسوق لشنو للأمام. فدي الأجندة بتاعت الاجتماع بتاع المانجمنت ريفيو, مفروض يناقشوا فوق كل الكلام ده ويطلعوا فيه بأوتبوت. تمام, الأوتبوت دي حنجي نشوفه في 9.3.3, لكن يا أخوانا الكلام ده very realistic, منطقي جدا, ولو عيننا له من كل النواحي فعلا الحياة اللي احنا ذكرناها دي لو احنا جبنا المعلومات حقتها وناقشناها وطلعنا فيها decisions, المؤسسة دي حتطلع بcorrective action بimprovement رهيب جدا. تمام, فيعني بهذا نهضت الأمم يا أخوانا, بهذا نهضت المؤسسات وبقت pioneers. فالموضوع ده system very tough, very strong, ويعني ما فيه كده ثغرات كثيرة. طيب الأوتبوت مخرجات الاجتماع بعد ما الناس ناقشوا الكلام ده كله, الأوتبوت حقتهم the output of the management review اللي هو في 9.3.3 management review output, the output of the management review shall include decisions and actions related to. الأوتبوت دي عبارة عن شنو؟ decisions اللي هي شنو قرارات و actions. تمام, related to شنو؟ واحد opportunity for improvement, طوال يكون في فرص تحسين مباشر, فرص تحسين بناء على كل الانترنس الانبوتس الجادي المفروض تطلع قرارات بالتحسين في كل المجالات. any need for change to the quality management system, لو لقوا انه محتاجين اي نوع من انواع change في quality management system ده مفروض برضو يطلع قرار بشنو بتطبيق change ده. قرارات related to resources needed, في جهات قالت والله احنا عندنا lack of resources, طوالي مفروض يكون في decisions او تبوت انه يوفر شنو ال resources needed. The organization shall retain the documented information and the evidence of the result of the management review. على المؤسسة انه يكون عندها documented information, retain لانه record كل مرة يكون في management review, على شنو ال evidence of the result of management review اللي هو شنو مخرجات الاجتماع يجب ان توثق وتكون موجودة وتطلع في شكل توجيهات, ولما نجيك الأوديتر يسألك منها مفروض تكون موجودة. فإنت يا كونسلتنت لما تجي تبني السيستم مفروض تأخذ في اعتبارك كل الحياة دي, وبعد ما تبني السيستم يجي منك تحرص إنه يكون في management review on the plan interval, وإنه يكون في internal audit on the plan interval, وإنه كل measurement system والanalysis والKPIs في المؤسسة تكون وضعتها داخل السيستم بتاعك عشان يكون في effective implementation وeffective measurement لشنو للoutput بتاع السيستم. بكده احنا بنكون شنو خلصنا البند 9, واللي هو زي ما تكلمنا انه البند 9 عموما هو واحده من البنود الممتازه جدا والمهمه جدا, واللي هو بيقع علينا في الجزء بتاع شنو بتاع التشيك. طيب نجي للباوربوينت بسرعه نمر عليه, ما فيه حاجات كثيره, اللي هو شنو شرح مبسط لشنو للحاجة اللي احنا كنا بنتكلم عنها الآن اللي هو البنود اللي احنا مرينا عليها الآن. طيب افتح الباوربوينت. طيب اللي هو عندنا البند 9 اللي هو performance evaluation زي ما شايفينه بالدائرة الحمراء, واقع في الجزئية بتاعت check اللي هو plan do check اللي هو performance evaluation. كل الحاجات اللي تكلمنا عنها دي هي بتعمل checking. تمام, توورد انه احنا نمشي لشنو لموضوع الامبروفمنت في البند 10 الاخير. طيب قال لك يا اخي how far you would drive without gauges, الى اي مدى لو انت سايق سيارة الى اي مدى انت حتقدر تواصل لو انت سيارتك دي ما فيها اي نوع من انواع الجيجز, لا عارف الحرارة, لا عارف كمية الفيول الموجودة, لا عارف السرعة اللي انت ماشي بيها, لا عارف الاندكاتر بتاعت الباتريز, فهل حتقدر تسافر او يعني هل حتقدر تحدد الى اي مدى انت حتقدر تصل؟ اكيد لا, لانه if you driving without indicators you are driving blindly. بنفس الفكره في المؤسسه, لو انت شغال في المؤسسه بدون indicators بدون performance evaluation you are managing the organization blindly. تمام, فالجيجز دي يا اخواننا هو performance evaluation احنا نتكلم عنها, هي مؤشرات الاداء وهي trends
بنجيبها من شنو من الثلاثة كلوزز اللي اتكلمنا عنها. تمام، فدي الفكرة. وزي ما قلنا الثلاثة كلوزز اللي هو internal audit والmanagement review والmeasurement of monetary analysis and evaluation والinternal audit والmanagement review. تمام، فقلنا شنو الميجرمنت اللي هو من فور الكاستمر والبرفورمانس والبرودكت وكده، وعندنا مواصفات ارشاديه اللي هي خاصه بشنو بالحياه دي. بالنسبه للميجر للكاستمر ساتسفاكشن عندنا المواصفه السي اس اللي هو كاستمر ساتسفاكشن اللي هي ايزو 10004، وتم الارفاق عليكم في شنو في المحفظه موجوده اللي هي دي مواصفه كامله بتوريك كيف تقيس الكاستمر ساتسفاكشن از ا كونسلتنت، بتساعدك جدا يعني. تمام، ثاني عندك في بالنسبه للبرودكت والبرودكت بروفايدرز. تمام، اللي هي عندك الايزو 10017. عندك ثاني عندك بالنسبه لشنو لا دي بالنسبه للبرودكت والبروسيسز اللي هي الايزو 10017. بالنسبه لل providers اللي هو عايزه 37500. فده كلهم مواصفات ارشاديات بيساعدوك يعني انه لما تيجي تعمل مونيتورين للكاستمر ساتسفاكشن بتعمل شنو والميثودز والتول. فهي مواصفات ارشاديه ممكن تكون جايدنس جميل لشنو للنيو او الفريش كونسلتنت. تمام، دي بالنسبه لشنو للميجرمنت. فعندك ممكن يكون في مصفوفه بتاع التقييم اداء على حسب مواصفه 9002 2016 قلت لك، يعني ممكن واحده من البيست براكتس انه يكون عندك مصفوفه بتاع اداء اللي هو بتكون خدت شنو المؤشر بتاعك زي الرضا الوظيفي، التعريف توري انه المؤشر ده بقيس شنو قياس معدل الرضا الوظيفي لدى الموظفين بالنسبه المئويه، البيز لاين اللي هو مثلا الحد الادنى او المناسب للرضا اللي انت خدتيه في المؤسسه، انه هنا قال لك نسبه الرضا المفروض تكون 75%. التارجت انت مستهدف انك تصل لكم اللي هو 85% او 90% على حسب شنو الحاجه اللي انت تارجت ليها. بعد ذاك الميثود الطريقه اللي انت حتشيل بيها شنو تشيل بيها تعمل بيها تشيل بيها المعلومات او الداتا اللي هو قال استبيانات رضا الوظيفي. الفريكونسي اللي هو الانترفال قال لك كل 6 اشهر يعني احنا هنقيس الرضا بتاع الموظفين. بعد ذاك الريسبونسبيلتي من المسؤول من الحاجه دي قال لك اداره الموارد البشريه شؤون الموظفين مثلا او قسم شؤون الموظفين. الريبورت هيمشي لمنه نهايه شنو نهايه ضمن تقرير الاداء، يعني الريبورت بيشوف في النهايه مع شنو مع تقرير الاداء يتم مناقشته مع الاداره العليا. فدي مصفوف مو مثال لشنو بيرفورمانس ايفالويشن ماتريكس اللي هو البي اي ام البي ام. فده واحده من البراكتس الجميله اللي ممكن احنا نحول بها كل متطلبات المواصفه في البند 9.1.1 لشنو لجدول ممتاز وماتريكس ممتازه ممكن نشتغل عليها. والطرق كثيره ممكن انتوا تلجؤوا للانترنت تلجؤوا للبيست براكتس تلقوا في طرق كثيره جدا بتترجم متطلبات المواصفه في مصفوفه بسيطه جدا وسهله وواضحه ومنطقيه يعني. تمام، بالنسبه للانترنال اوديت تكلمنا عنه بتفاصيل كثيره جدا وقلنا ان المواصفه 19011 لك از كونسلتنت هي شنو الحاجه المفيده اللي تنفعك فيها كل الانستراكشنز بتاع شنو الانترنال اوديت. ولاهميه الانترنال اوديت هنتكلم عنه في لكشر لحاله ان شاء الله في اللكشر القادم او بعد القادم بعد اللكشر تن كلوزتين. طيب المانجمنت ريفيو قلنا المانجمنت ريفيو واضح المفروض يكون في بلانت انترفال، عندنا انبوتس واضحه في المانجمنت ريفيو، عندنا شنو اوتبوتس واضحه برضه المفروض تكون شنو متوفره. بكده احنا نكون شنو خلصنا محاضرتنا لليوم. ان شاء الله حنتكلم في المحاضره القادمه عن شنو الامبروفمنت والبند العاشر اللي هو فيه الجزئيه بتاعه الاكت اخر جزئيه في المواصفه واخر كلوس المواصفه في المحاضره القادمه. وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.